مساء الخير سيد مصطفى. الوالد والوالدة تركوا الأوتيل. أمي صار لها شيء؟ أخذوه على المشفى يعني؟ طمن أمك منيحة، رجعوا على الضيعة، راحوا على الكراج من ساعتين، حجزت لهم تذاكر من هون. طيب ما قالوا لك شيء وما تركوا لي أي رسالة معك؟ لا، دفعوا الحساب وحملوا حالهم وراحوا. شرف لنا جيتك لهون. فكرتك بالحمام. كنت عم بفطر. هلا رح تطلع؟ شو في؟ ولا شيء، كنت رح اقول لك خليني وصلك، انت ما بصير تسوق. عنجد عم تحكي ولا مزح؟ بعدين اذا شافونا تبع الاعلام بيشوفونا مع بعض. سليم لا تقلب خلقتك، رح وصلك على الشغل وبنحكي على الطريق. بس انا مليت من الحكي بنفس الموضوع يا مرام. طيب بوعدك بنحكي بغير موضوع. يلا خلينا نطلع دغري، لأنه بعد ما وصلك رح أمرق على الكوافير، ما بدي أتأخر. أنا كثير بحبك. ما فيني بلاكي. لا تضغط على جرحك، خلينا نروح.